دي داك السيد الله يهديه وصافي. أنا عييت ما نشرح وعييت ما نفهم، ولكن هو راسه قاصح. ولكن راسه قاصح نيت. إيوا وشنو درتي أنت؟ أنا السيلا بريكاد ما رضيتش وبقى فيا الحال بزاف. ما سكتيش ما سكتش، بقيت كان بكي شي 40 دقيقة. حضور قوي ديال واحد العدد ديال يعني المنتجين، الحمد لله كاين رواق ديال المنتجات الفلاحيه اللي فيه 300 كوبيراتيف اللي كتعرض يعني المنتوجات ديالها، كذلك يعني فيما يخص البيطاي يعني كاين واحد العرض اللي هو كثيف، وكتشوفوا بانه جميع المنتوجات تقريبا هي مزداده في المغرب، وشفنا الحمد لله الحموله ديالها والامكانيات ديالها. Je crois que j'avais dans les coups de 4 ans, quelque chose comme ça. Et il m'a acheté des bandes dessinées de Mickey Mouse, de Picsou, Donald et tout ça. Il m'a acheté un jeu de crayons de couleur et des crayons de dessin. Et c'est là où j'ai démarré. Donc je reproduisais tous les dessins sur les bandes dessinées. Je ne savais pas lire, je ne pouvais pas lire les bandes dessinées. Donc j'ai commencé par le dessin. C'est comme ça que ça a commencé. Les couleurs, ça me fascinait, les formes, les traits et tout ça. D'abord, il faut remercier le peuple malien. Il faut remercier l'ensemble des députés, des élus de la nation, de l'opposition et de la majorité, unanimement, qui se sont donné la main pour sauver la République en danger. Et pour sauver une République qui est en train de tanguer, une République qui est en train de disparaître. صراحه ما كانتش جلسه ديال الحوار ولا ديال المفاوضات الرسميه مع السي فاخر، كان اتصال من طرف المحامي ديالنا الفرنسي مع المحامي ديالو البلجيكي، كنظن كانوا نقاشات، وفي هذيك الوقيته لما اظن كان وقع داك المشكل المحامي البلجيكي، وتوقفت توقفت المحادثه ما بين الطرفين. السي محمد فاخر بن ابن الدار ويجي نتناقشوا معاه ونفتحوا معاه النقاش في اي وقت. معنا ابيل، شي واحد بغى يهضر معاكم، تفضل اسيدي. السلام عليكم. مرحبا باللي فان ديالنا. معاك المقدم اشمن لي فان، ولدي زهير سمعت انك صبغتي اللحيه. وجاتني مزيونه. يلا كرتها وهبط غير الكاميو ديال القشله قدام الراديو كيتسناك. شكون اللي معاك تما؟ ايهاب امير. داك اللي غنى ما درنا والو، وقول له هبط راه درناك في لاليس. واخا نساليو البرنامج ونهبطوا. قلت لك هبط، ما عندناش الوقت عاسي. بزاف كيكتبوا لي لي كومونتير وما كيعرفوش يعني بزاف ديال الناس كنسمعهم كي ما قدرتش نهضر. ولن يجب ان ندفع هذا الاعلام نحو الاحترافيه، نحو الرقي، نحو التكوين، وان ندعمه لكي يلج فضاءات جديده تقوي كل اشكال التواصل وكل اشكال الإعلام الجديد. في نفس الوقت لابد لممارسي هذه الأشكال الإعلامية الجديدة أن يستحضروا مسؤولياتهم تجاه المتلقي، تجاه المواطن، وتجاه حماية الديمقراطية وتطور الحريات. بالنسبة للفيديو اللي كان دار بزاف مع جوات قناة، أنا كنوجه له التحية. وبالنسبة للفيديو الأول دار البوز، دار ضجة بزاف في السوشيال ميديا. وعلاش تكاثر، علاش ولا بزاف؟ حقاش الناس ملي كيعيطوا الاكرام خاص يكون جواد، والناس ملي كيعيطوا الجواد خاصها تكون اكرام. هادشي اللي كان، داكشي اللي كنبقاو نحطوا لي ستوري وكنبقاو نحطوا لي فيديو.